الأستاذة، ولا عليك بحكاية بقى إنه بيتأثر وبيحصل له معرفش وجع في إيه، يعني إحنا نقرأ ونسأل الله العفو والعافية. الأستاذة دعاء بتقول، بتسأل عن الترتيب في الصلاة، في قراءة القرآن، في قراءة سور الترتيب في قراءة سور القرآن الكريم، هل هناك فارق في هذا الترتيب ومراعاة هذا الترتيب في صلاة الفرد أو صلاة النفل؟ الأولى مراعاة ذلك سواء في صلاة الفرد أو في صلاة النفل. طيب أنا ما عملتش ده، جبت سورة اللي هي في الترتيب بعد السورة اللي أنا هقراها، وبعدين جبت اللي قبلها بعدها، تركه لا يؤثر في صحة الصلاة، هي من باب الأولى أن يلتزم، الأفضل مستحب لذلك الإنسان أن يلتزم ترتيب السور أثناء القراءة في الصلاة. طب ما عملتش كده يؤثر على صحة الصلاة؟ لا يؤثر على صحة الصلاة. بالنسبة لي اللي حضرتك بتتكلمي عليه، انك بتدلعي والدتك، بتدلليها، وسمعتينا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمر فيه الشاب اللي جه مع والده الشيخ الكبير، ومن ضمن ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولا تدعه باسمه توقيرا وتعظيما لحق الوالد. وكذلك هذا الأمر في حق الوالدة، فجاء التأكيد على حقها 3 مرات في الحديث النبوي الشريف. طيب أنا بدللها، لا ده مش داخل في هذا المنع، لأنه ليس هذا هو الممنوع، ده أنت بتدلليها، بتترققي وتتباسطي في معاملتها مع حفظك لمقام للوالدة يا صاحبة السؤال. وأراه من البر اللي تميل إليه النساء والأمهات بالذات في مرحلة معينة في السن، كمان بالذات الكبيرة أو في كل وقت، لكن في مرحلة السن الكبيرة بيكون ده بيميل إلى ذلك أكثر. ربنا يرزقك بر والدك على الدوام. اللهم أمين أجمعين.